مرحبا برج الأسد، راح أسوي لكم القراءات الأسبوعية من تاريخ اليوم. أعزائي، هاي القراءة راح تكون حق الشمسي الطالع والقمري. دائما الشمسي أولى، إلا إذا لم ينطبق عليك توجه نحو الطالع، القمري، زحل وغيره. أوكي، راح نشوف القراءة بشكل عام، ما هي الرسالة لك على جميع الأصعدة العاطفية، القانونية، العملية وحتى الصحية. أول كارت Ace of Pentacles، بداية جديدة، بداية موفقة. أحس إن هني دائما البدايات الجديدة ممكن تكون عرض من شخص، ولكن هذا هدف معين أنت راح تنجح في تحقيقه بنفسك في الفترة القادمة. جول يكون دقيق، راح تحقق الهدف بنفسك. ما هو الهدف؟ أن تحصل على النجمة. ما أعرف ليش الزاهد هني أحسه يبحث عن الراحة في الحياة أكثر من الأبراج الثانية اللي يبحثون عن شريك أو عن شيء معين عشان يكونوا سعيدين معه. في الفترة القادمة يا برج الأسد، أنت تبحث داخل نفسك عن مصدر سعادتك الداخلية. شنو اللي يسعدك؟ هل هي فعلا الأموال؟ هل هي الأبناء؟ الشريك؟ الزوج؟ راح تدرك أن كل هاي الأمور دائما تتعرض إلى التغير، مو ثابتة، تمر بمراحل، تصعد وتنزل، تضطرب ثم تثبت. أنت راح تبحث عن السعادة الداخلية في الفترة القادمة. وأيضا على الصعيد المالي المهني في التجارة راح أيضا تحقق الهدف. أنت راح تظهر للأبراج القادمة، للأبراج الثانية في الفترة القادمة، أن ممكن جدا الإنسان يكون روحاني وعنده علاقة قريبة بربه، ولكن في نفس الوقت يكون ماديا واعي ويحقق أهدافه ويحصل على الرخاء. راح تجمع بين الأثنين يا برج الأسد. عندنا فارس الأغصان، لن تنسى المتعة. في نفس الوقت يعني توازن جميل عندك ينتظرك في المرحلة القادمة، كأنما أنت مثال يحتذى به للأبراج الثانية في الفترة القادمة، لأن محافظ على التوازن في جميع الأصعدة. تعرف متى يحين وقت المتعة، أوكي، تعرف أن تكون مرح، في نفس الوقت تعرف تكون جاد، تتواصل مع ربك وعندك ثقة بربك. تعرف ستصل إلى مرحلة المعرفة وتجمع بين المعرفة. دائما كارت العالمة يتحدث عن الخزينة للعلم، حافظة الأسرار، كارت برج الحوت، ولكن مو شرط دائما تتحدث وتعبر عن هاي الأسرار أو المعرفة اللي عندها إياها، ولكن أنت راح تجمع بين الاثنين، بين المعرفة الداخلية راح تحقق توازن، وبين الحياة العملية اللي فيها مهام، اللي فيها مسؤوليات، اللي فيها الحين لازم أروح العمل وبعدين أرجع أطبخ كذا وأنظف كذا، وبين أنا أطمح وأريد أشياء أفضل سأحققها، ما راح أنساها، ما راح أتنازل عنها، راح يبرز شغفك وقوتك الحقيقية اللي هي في طبيعة برجك يا أسد في الفترة القادمة. هل من نصائح بخصوص هاي الموضوع؟ ستة الأكواب، الماضي أو الذكريات اللي راح تختارها في الفترة القادمة. دائما كل إنسان عنده ذكريات مؤلمة سلبية وذكريات إيجابية. أنت ستختار النجمة، ستختار ستة الأكواب، ستختار أن تتذكر بغض النظر عن الظروف اللي تمر فيها في الفترة القادمة، راح تختار الذكريات الجميلة، المرحلة اللي كنت تملك فيها الأمل. تتذكر أن أنت بالأمل يوم من الأيام بدون ما تمتلك أي شيء،
ثابت أو أي جواب واضح للأسئلة اللي يسألونها الكبار، ولكن قدرت تحقق لنفسك، راح كأنما تعيد صياغة الماضي بأسلوب جديد، ترد تعيده. النجاحات القديمة راح تحاول أن تعيد أن تكررها، احتمال أيضا على الجانب العملي أن ترجع إلى مجال كان يسعدك أكثر. الجانب الحالي أشوف أن ماديا يعطيك أكثر، ولكن ستحاول الانتقال إلى الشيء اللي كان المادة فيه أقل ولكن سعادته أكبر. ممكن يكون تواجدك في محيط البيت، ممكن يكون وظيفة ثانية، ممكن يكون أي شيء. عندنا كارت العالم، the world. كرت العالم هني يعني لي ان يا برج الاسد في الفترة القادمة اغلب الابراج راح يكونون في بحث. دائما اقارنك بباقي الابراج لان انت فعلا كأنك على مستوى ثاني من الناضج الروحاني عن الابراج اللي قريت لهم في السابق. انت اتممت المرحلة بنجاح، مرحلة البحث. انت اول الواصلين لوين؟ للمرحلة الجديدة، المرحلة اللي تحافظ فيها على توازنك المادي والدخل، الأحلام. أوكي، احتمال أنك راح تستلم مبلغ مالي أيضا كبير بسبب نهاية خدمتك في قطاع معين مع أشخاص معينين، مكافأة، يعني مكافأة نهاية خدمة، وتكون مستعد أن الجانب اللي كنت دائما تجد فيه نفسك أسعد، مساعدة الآخرين، احتمال مجال التدريب، مجال التطوير، تسويق، مجال فيه إبداع أكثر. أوكي، عندنا سبعة السيوف، وجودها تحت فارس الأغصان يعني لي برج الأسد كون ذكي بأن تظهر نعمتك للآخرين وسعادتك. ما أدري ليش أحس إن في ناس ما راح يكونون سعداء إن يشوفونك تستمتع بحياتك، كأن يقولون لك إن أنت لا تستحق أن تكون بهذا المستوى من السعادة، لأن 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 عندهم لستة طويلة من الأسباب. أنت في الفترة القادمة راح تكون متاعك خفيفة، فارس الأغصان، عفوي، سعيد، مستعد للمغامرة. في أشخاص سيحاولون أن يقولون لك لا خطأ، يخوفونك، طاقة السيوف، طاقة العقل، يخوفونك وعندهم أسباب. ولكن ما الذي ينتظرنا من برج الأسد؟ ينتظرنا ستة الأغصان. أنت عندك طاقة تحدي مع هذين الناس اللي دائما كانوا يعتبرونك فشلت في مجال معين، لم تحصل على الشخص اللي في بالك. أوكي، خسرت، كانت عندك خسارة نعم في السابق، ولكن خسارة. أنت خلاص مريت بمرحلة البحث عن الذات والبحث عن النجمة، البحث عن الخلاص، وصلت أيضا إلى الخلاص. أنت على مشارف الوصول، ترى لا تنسى عندك الفارس، فارس السريع، صاحب التغيير. أوكي، فحط في بالك هذا الشيء في الفترة القادمة، إن الانسحاب طيب. تدري ليش بعد أسمع لك هاي الكلمة؟ لأن الأشخاص المحيطين اللي من الماضي هني يحاولون ان دائما يرجعونك الى المرحلة اللي برج الاسد كان موجود معاهم في نفس المكان، ويحتاج لنصحهم، يحتاج لتوجيههم، يبون يرجعونك لنفس المكان، ولكن انت كن اذكى منهم، وستكون، ارهني ان انت راح تكون اذكى منهم. راح اول شيء تخبي نيتك، تخبي نجاحاتك، وراح تنسحب انسحاب تكتيكي. ترى دائما سبع السيوف مو شرط تعني الخيانة أو السرقة بشكل واضح، تعني إن إحنا نخبي الأشياء الجميلة تحت الرداء عن الأشخاص اللي ما يفهموننا، ما يفهمون رحلتنا حتى لو كانت نيتهم طيبة، هم ما يفهمون دوافعنا. ليش؟ الأسباب. ما نقدر نضيع وقتنا وطاقتنا نفسر لهم ليش إحنا نبي نروح المكان الجديد، ليش نبي نتوقع البداية الجديدة، ليش نحتاجها؟ في حاجة نحتاج، احنا خلاص ختمنا مرحلة معينة بنجاح، انتهينا، تعلمنا الدرس، حان الوقت للبداية الجديدة، وان كان بعيدا عن الاشخاص اللي من الماضي. مقابل ستة الاكواب، كرت الذكريات، عندنا ستة الاغصان. ما اشوف اي احد مستعد اكثر منك يا برج الاسد لان يواجه
ويلتهم الجديد، الاهتمام اللي ستحصل عليه، النجاح السريع. ستجد نفسك في مكان جديد في مجال إن جدا تستمتع فيه لطالما أحببته. احتمال لخص في أنك دائما تتعامل مع الناس في المبيعات، في المعارض، في جانب دائما تسلط فيه الأضواء عليك، تحتك فيه بالأشخاص، تعرض بضاعتك على الناس. راح تتوج في هذا المجال بعيدا عن الأشخاص اللي ما يفهمونك. راح تلاقي على الجانب الثاني أشخاص كأنما هم قبيلة مخلوقين من أجلك أنت، لأن يفهمونك ودائما عندهم نفس المبادئ، نفس التوجه. راح تلاقي لك جمهور يناسبك على الجانب الآخر. أوكي برج الأسد، راح أشوف إذا في أي رسالة ثانية نتوقعها لك. أشوف الجانب اللي قريته الحين يخص الجانب العملي أكثر، فاحتمال الرسالة القادمة تكون عن الجانب الصحي أو القانوني أو العاطفي. عندنا ثلاثة الأكواب، الاحتفال. خرجنا، أشوف أنك راح تحتفل مع أشخاص. الأشخاص هذين ساعدوك أن تخرج من مصيبة، من مأزق. وبعدها عندنا ستنفرد بواحد من هذين الأشخاص. احتمال أكثر من شخص راح يساعدك في المستقبل. انزين، ممكن يكون شيء بسيط مثل التقديم على وظيفة، الحصول على التخصص اللي ترغب فيه في الجامعة، حادث سيارة بسيط يساعدونك فيه. وأيضا تكرر عندك كارت الزاهد. مثل ما قلت لك، من بين كل هالأشخاص كذا شخص رح يساعدك في المستقبل لتخطي عقبة ما. العقبة هذه كأنما الله وضعها في دربك، مو عشان أنت وضعك العادي ما تستطيع، ما تدل الطريق لها شلون تتخطاها، لا، الغرض من هاي العتبة إن هذين الأشخاص يدخلون حياتك، راح يدخلون في المستقبل أو احتمالهم موجودين حاليا اللي ساعدوك. من بين هالأشخاص أنت ستقع عيناك على شخص يعجبك، يدخل في بالك، راح يدخل في بالك شخص راح تختاره. مو هو اللي راح يختارك، مو معناته انه ما راح يرغب فيك، لا، انت اللي هني في هذا الوضع ما بين كذا شخص عندك اليد العليا، وكأنما عندما تختاره هني اشوف كأنما تتوجه، انت بيدك كل الخيارات وتختار الشخص اللي راح يكون لك شريك. ترى هني اختيارك اللي يعني انه انت اللي راح تتوجه، أنت اللي راح تعطي هذا الامتياز، كأنما هذين الأشخاص كلهم يريدون أن يكونون تحت أعتابك، على بابك. يبون يكونون معاك في حياتك يا برج الأسد، ولكن أشوف أن ستقع عيناك على شخص واحد منهم، ولكن لسبب. لا تنسى أنك مثل ما قلت لك متواصل جدا مع ذاتك في الفترة القادمة ومع ربك، فعندك الكثير من الروحانية. وإن كان ظاهر الموضوع اختيار رومانسي، ولكن وراءه انت حسيت بارتباط روحي، انت حسيت ان في سبب كبير لهذا الشخص يدخل حياتك، وايضا تحس ان هذا الشخص راح يساعدك في رحلتك الروحانية، راح يضيف لك ما راح يأخذ منك. من اجل ذلك اقول لك انت اللي راح تختاره. عندما ترى فيه شيء سيضيف لك، أنت تحتاجه، مفيد لك، راح تختار المفيد لك ترى في الفترة القادمة، وهذا اختيار جدا ذكي يجمع ما بين العاطفة والذكاء. راح أسحب لك كارت أخير تبع النصيحة. ما
Miracles and blessings. بالضبط يا برج الأسد، أنت في مرحلة المعاجز والنعم، أنت في مرحلة الحصاد، أنت في مرحلة وصلت فيها إلى مكان جميل مع ذاتك. Everything has its gift. وأنت تدرك هذا الشيء، تدرك أن كل شيء، كل وضع أنت تكون فيه في الفترة القادمة هو بمثابة هدية. أنت جدا متواصل مع نفسك وذاتك روحانيا في الفترة القادمة، لدرجة أن ستدرك أن حتى العقبات اللي تواجهها، القلق البسيط، الخوف، على أنك وصلت وستصل إلى الكثير، دائما راح تحتاج إلى أشخاص يساعدونك. ستدرك أن وراء هذا الشيء السبب مو حاجتك لهم، ولكن في سبب أسمى، في سبب عميق احنا ما ندري فيه، ولكن انت راح تكون واثق في اسباب احنا ما نشوفها، مثل الزاهد اللي يبحث عن النجمة في وسط الظلام. عنده ايمان، عنده اعتقاد ان سيجد النجمة. عندك ايمان ان انت مو محتاج للاخرين، ولكن الاخرين تضطر بشكل ما ان تتعامل معاهم، يدخلون حياتك من اجل سبب. انت جدا واعي، وبسبب ذلك ستكون مستعد، ستكون تحصد، مو مستعد، ستكون في مرحلة حصاد لكل الأشياء الجميلة، كل الأشخاص اللي ممكن يساعدونك على أن تصل إلى أفضل وأفضل. راح تكون تحصد هاي الأشخاص وتحصد حتى الفرص في الفترة القادمة. أشوفك أنت حاصد الفرص، مو شخص متواكل أو شخص جالس في مكانه ينتظر أن الفرص تأتي إليه. جدا ذكاء منك يا برج الأسد، أتمنى لك كل التوفيق وأشوفكم على